السلام عليكم، التميم المار. اليوم في الفيديو رقم 11 لتختيم ماينكرافت للمبتدئين. كيف حالكم يا جماعة؟ المرة الفايتة لحظة ايوه المرة الفايتة عملت فيديو حول الخريطة وفصل لكم الخريطة وكل شيء، والفيلاجين لهذا الفيلاج انا دارنا في الاسفل وهذا الفيلاج اللي مشينا له، وفصلت لكم شويه الفيلاج. اكو عندي هذا السيد يخدم نجمع نوع تريد متاع فحم، هذا هاكا نجمع نوع تريد شنو معهم تريدز، وفما لايبريريان من فوق عنده من فوق عنده شو اسمه كتاب منك، جمي نشري من عنده كتاب منك باش نحسن الاسلحه متاعي ونحطهم يتصلحوا وحدهم وحدهم. سو هذا واحد الاخر نعرف فينو كحس سكيلتون نقوم اشياء. دونك هذا اش كان في الفيديو الفائت، لكن كما تشوفوا نوعا ما بعيد شويه، هو قريب بالحصان هكا سريع، يعني كان يجم يكون ابعد بكثير الفيلاجر هذا، وواحد ما يخدمش لازم نعطي خدمه. يلا من بعد، دونك احنا اليوم شنو مش نهتمو، نحبو نقصرو الثانيه. وفي الماينكرافت فما طريقه باش تقصر الثانيه، وهي النذر بورتلز. فما خاصية في النذر لما تحدث عنها، وهي أنه المسافة في النذر هي ثمن المسافة في العالم. مثلا شوف هنا هذا بلوك، 1 2 3 4 5 6 7 8، شفت هذه المسافة بكلها؟ كأني في النذر عملت هكا واحد، هيك المسافة اللي من هون الغاد هي نفسها هذه هكا. هيك علاش الناس تسافر، يعني شفت انا في نعمل بورتال متاعي في الهاوس متاعي غاديكا، هيك البورتال هيك موجود في النذر. وهوني المسافة من غادي لهوني، يعني نفترض هذه المسافة 800 متر، 800 بلوك، في النذر تصبح 100، يعني يعوض 0% أبقى أو 0% فقط. دونك باش نقصر المسافة، دونك أنا كاش نحب نعمل اليوم باش نحاول نقصر المسافة. وكيفاش باش نعملوها؟ تقصير المسافة عندها رولز، عندها يعني قواعد. اول حاجة لازم نختار مكان جيد، طبعا نقولكم علاش اخترت هذا المكان. اوكي يا جماعة باش نجي لهونيا، دونك هوني باش نعمل بورتل. وريتكم كيفاش نعمل بورتل متاع نذر، المفروض وليتو تعرفو تعملو هكا. وبعد لازمتنا زوز من فوق. استنى، اوه ما جبت ما جبتش البيكاكس متاعي الجوش، ما جبتهاش. يعني اذا عملت خطا تصبح عندي مشكله، دونك لازم نكون حذر. نسيت ما جبتش البيكاكس، كيفاش نسيت ما جبتهاش؟ دي مينها؟ انا عندي زوج بيكاكس، واحده فيها سيكتوتش واحده فيها فورتشن. المهم في هذا المكان، دونك هذي عندنا اللي نشعلوها من بعديكا باش نحط هذاك. دونك شفت الكوردينتس اكس واي زي، الكوردينتس الا 816 لازم نستحفظ بها، و الا 300. دونك هذي الاكس هي الا 300 لازم نستحفظ بها زادا. سو هوني فما قواعد، شو شفتي احنا وقت مشينا في بورتال غاديكا في من بعد منزلي جينا في بورتال اخرى، شنو يصير كيف نجي في هذا البورتال؟ سنة 300 الا 300 الا 816. اوكي دونك انا باش نعمل هذا البورتال باش نمشي للنذر، مفروض نجي في بورتال جديد. كان مشي لكن يش شنوك الجيش صار هكا فينا، ما قعدوا يدخلوا. فم واحد وشت ما حاليش عملتو هكا هذا البورتال، ما حاليش عملتو هكا هكا توجه ولا يجمو يدخلوا. والله يا لبي زبدي نعمل لهم باب لقى جيش كامل يا ربي. هذا هو اللي نحكي لكم عليه المره الفايته. اذا كان تقتلو، اذا نمشي للفيلج سيكون هناك رايد. كيفاش نقتلو يا جماعه؟ زبدي نصب عليه حمم، الحمم لا تعتبر اللي انا قتلته. اوكي اذا غرستوني اليقطين خذيته المره الفايته، دونك نمشي ناخذ حمام بسرعه باش نقتل هكا. فين الحمام؟ يا الحمام. سو شفتي ما جبتش بورتال جديد، جيت هنا على خاطر هذا البورتال وجود قريب من بورتال اخرى، قريب يعني 250 بلوك حسب ما تفكر، يعني 250 بلوك او ما بين هوني لغاديكا 250 بلوك، لذلك عجبني هوني. سو كيفاش نحب نعمل بورتال الغاد؟ هيك علاش حفظنا الكوردينتس باش نمشيو نحطوها مانيوال. لو كان مثلا
كنت باين أكثر من 250 سيكون هناك بورتال جديد في النذر، وليس لن تكون هناك مشكلة، لكن هنا ستكون هناك مشكلة. بأول نسبة نهتم بهذا السيت هيكون مكلا أظلي قاعد يسجل، قاعد يعمل في لاقة كان يسجل. بس السيد يذهب في البحر يحبش يفيق. سو كيفاش باش نعملو؟ نعمل هكا، نعمل هكا، بعد باش نحط حمام وطب باش تحول هكا ال شو اسمه باش تحرق ومات. دونك وقت يموت هكا ما تحسبش لينا تحرقت. اوكي هذا نجم نقتلو، ما عندوش علم نجم نقتلو. سو جماعة كانوا يدخلوا في البورتال، ليس فقط انا نجم ندخل، حتى الحيوانات وحتى هذا السيد موتي. ما بش يجي ليلة ما ميمنيش انا باش نمشي للنذر. دونك النذر في برشا، وهوني باش نستعمل اول مرة بوشن. بون في الفيديو انا استأكدت نستعملها فاير ريزيستنس. فاير ريزيستنس تخليني نعوم في الحمم مش هيم يصير لي، وممكن هذا يجي متكسر لي او كان نجم نقعد نعوم في الحمم. سو انا باش نمشي للنذر باش نمشي نحرقهم الكل. نمشي نحرقهم الكل اصلا. ايش تحرقوا ايش؟ اوه رجع يقوم في محيط رجع. استنى عندي موت، عندي موت هكا، عندي موت. لا هذا قوني استنى موت. اوكي نجم تحرقهم مش مش تحرقوا مش موت ولا باه مات. وين ناكلو ماكلة. وهوني البيكاكس نتاعي الاخرى اللي فيها فورتشن، ممكن نهزوها مسالش شنو الزوني نحطها، نحطها هكا. عندك عندي لها نتاع النار. سو دوك عندنا هذا نتاع النذر. دوك اوه فما واحد منهم كان عنده فليم، واحد نتاع فليم باهي الله. اوكي راه هكا فما حد يخرج مبوش حلو، حلو البيبان ظهر لي. باهي اوكي كان يجب توك عندي البو، البو نتاعي اقوى وفي انفنت ام وان شاء الله ما يجيش عليك من الزومبي بيكمان. ما جاتش فيه اي. سو فين زبدنا نمشيو يا جماعة؟ دوك احنا في النذر، شوف بقعتنا فين زبدنا هنا قعدوني. دوك هذي بقعتنا زبدنا نمشيو الكوردينتس نتاع الباب اللي فين حطوه اللي حاطين هيك الاول، زبدنا نمشيو نقسموه على 8 باش نعرفو بقعتو في النذر. دوك احنا لقيناها الا 300 الا 816. نعملو عملية قسمها الا 300 على 8 هي 3 24 تفضل 6 60 يعني 37. إلا و 37 احنا نظن في نفس الإكس تقريبا، والآن الواي إلا 816 على 8 هي إلا 100 إلا 100 و 16 أنا إلا 102 2 تفضل 8 هي 16 إلا 102. دونك أنا باش نبحث عليها دونك هوني الزد نيجاتيف. دونك احنا قاعد الزيت قاعد يكبر. دونك انا عندي الفاير بوشن منجمش تحرق، عندي نستنى نشوف الوقت قداش فضل لي 5 دقائق. دونك حتى كنجي في الحمام منموتش. وبالنسبة للواي ما يهمناش الواي، اي واي دونك انا نمشي من هكا ولا نطلع من فوق، نطلع من فوق ميساج عندي هكا. هذه الفورترس اللي كنا فيها. اوبس ما فيهاش فيه موت. اوكي مات ضربة واحدة خطر السيف الواحد نتاعي قوي. شفت شي حتى كيف ضربني الانفجار ما تحرقتش. صح انا قريب نوصل للمية هوب. والمشكلة فيش باش نهبطو باش نجيب هذا الفورترس. يلا ميسالش ممكن بالفورترس يجي زومبي بيجمنز ويجي هكا الاخر هيك الويذر و واتش بي زد تحول. الكاميرا واه الزد. وتو لاحظت اللي انا عملت غلطه كبيره اني مشيت من جهه الاكس وما مشيتش من جهه الزد. اوكي يا جماعه وصلنا، وصلنا للبوابه مفروض هكا. احنا قلنا قداش الا 73 و 73 هي من هوني والمية من هكا. احنا 102 دونك 102 و 73 استنى باش نعمل هكا. دونك انا في الاسفل لازم نعمل الدرج باش نمشي بسرعة سهولة. دونك البورتة الاخرى من فوق يعني بجانب بعض.
وفروا 72 73 تكونوني حتى مش بالتحديد. دونك هذاك باش نحط البورتو من هالجهة هكايا، نغزل هوني خاطر أظن كان من هكا من هاك الجهة. دوك نعمل هذا زوز تك تك، واحد اثنين ثلاثة، نزيد نحيك نعمل واحد اثنين ثلاثة. بس أنا قديش عندي من وقت؟ عندي زوز دقايق من الحمام هابطة اللوطة، دوك فما هيك حمام نجم نعوم فيها. تاني وريتكم الساعة كيفاش نجم نعوم في الحمام. المهم تك تك، المفروض كيف نعمل اللي نشعلها المفروض يجي في البورتال نتاع الفيلاج، وكان كل شيء نعمل جيد وكان ما عملش جيد راه باش يوصلني البورتال نتاع المنزل وجابني في البورتال نتاع الفيلاج. وهكذا يا جماعة لازم نمشي بسرعة ما بين هوب. وكسبوكم البقعة اللي تحبوا تعملوها إذا كانت قريبة، يعني عملتها البورتال ورجعت للمنزل إذا كانت قريبة لازمكم تعملوا البورتال مانيولي مرتين تعملوها، إذا كانت بعيدة فنصبح مش ليس هناك مشكلة. فما هذا الماجما بلوك يمشي نقلو تو خاطر حاجتي بيه، حاجتي بيه باش نجم نصنع الفاير بوشن. أوه أوكي فما هكا حمام غاديكا، تخيل كان نبدا نجي نطيح في الحمام فجأة. هذاك هذاك ماكش يمشي ما يحرقنيش يا طب الشلق اللي ما يحرقنيش هذا خاطر عندي فاير بوشن، يعني هذا يحرقني طلع مش فقط يضرب يعني. دونك فاير بوشن تحميني منه ايضا تاك. خليش خلينا ناخذ كعبه برك عليه خاطر ما عنديش لوتينغ السلاح السيف نتاعي ما فيش لوتينغ لذلك يعطي شويه. يلا كعبه تعمل ثلاثه بوشنز وتو زمتي نطلع الفوق باش هاكا من غاديكا. لو كان البورتال نتاعي من هوني انا من هوني نهبط نكون هكا. هاي البورتال هكا فما هكا ويذر سكيلتون فما الاخر. عندي مدة ما عملتش ما كنت تنجم تعملو الشيفت تحت وتمشي وتعملو بريدج. دونك هكا نجم نقتلو يعطيني شو اسمو دونك هذا ويذر سكيلتون مرة اخرى تنجي نقتلو، ليس الان ليس وقته. ما كانش نمشي من هكا ونطلع من فوق ونرجع ان شاء الله للمنزل نتاعنا. وانا رجعنا للمنزل تويكا نجم نسافرو بسهوله للفيلج، فقط نمشي للبورتال اللي هو قريب. بعد بيجينا بالبورتال تو نعمل سلم، نعمل سلم سريع باش نقعدش نهبط وناخد فول دامج ونولي نمشي للفيلج. وهذا الفيديو نعرف كان قاسين مقارنة بالفيديوهات الاخرى، لكن انا الان ساهتم وحدي يعني خلف الكواليس باش نقعد نعمل تريدينغ، باش نهتم كثيرا بالتريدينغ يعني بتاع الفيلاجرز. باش نمشي نجيب صغار، نعم نخليهم يجيبوا صغار باش نجم نشري الماندينغ ان شاء الله. الاسبوع القادم ستجدون عندي ان شاء الله ان شاء الله كان نجمت نعمل برشا تريدينغ نجم نلبس هذا الكل نعمل فيه ماندينغ وتو ميتكسرش نقعد نكون قوي جدا. وهذا الكل ميتكسرش يولي قوي جدا. دونك بالخاص انا باش نبدا بالسيف نحط فيه ماندينغ. اذا عندي كثير من الاماكن جا النهار افترضوا عندي مثلا خريطة متاعي كبيرة وعندي مثلا هذا بورتال يوصلني للفيلج، نعمل بورتال اخر يوصلني للمانشن، بورتال يوصلني لوحدة متاع الماء التمبل متاع الماء، بورتال يوصلني للسترونج هولد في نجمو نمشيو للتنين. لذلك نجمو ننتقلو بسرعة عبر النذر ونجمو بعديكا نسرعو النذر بنعملو ايس. الايس نجمو نزحلقو عليه بالبوت ويكون اسرع، نجم نعملو يعني ثنية كاملة يعني ممرات كاملة من الايس. لكن ليس هناك ايس وانا نجموش نزرقو ايس مرة اخرى ان شاء الله. كاوش نتلا نعمل تريدينغ ان شاء الله. عجبكم يا جماعة الفيديو لايك كومنت سبسكرايب. تيم ماريو في امان الله.